حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدة حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا على أرقام البرنامج من داخل العراق، تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة. أما من يسكن دول المهجر والأشقاء العرب من الخليج العربي حتى المحيط يقدرون يتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة. فعندكم ذني الأرقام الأربعة المخصصة للاتصال. أما ما يخص رقمنا الخامس والأخير، هذا الرقم اللي راح يطلع هنا هذا رقم الواتساب. الرقم هذا اللي تشوفوه أمامكم هو للمشاركة عبر الرسائل مثل ما هو مكتوب هنا. يعني ما قدرت تحصلنا على أرقامنا الأخرى، مع شديد الأسف ما تقدر يعني ما نقدر نسمع صوتك في البرنامج، تقدر تدزلنا رسالة، أتمنى تكون الرسالة مصحوبة أو مطبوعة باسمك ومكانك حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، كل العالم يعرفون اللي دايصير اليوم بالعراق، وخصوصا العراقيين اللي دايعانون من اللي دايصير اليوم بالعراق، على أساس أكو عملية سياسية، على أساس أكو انتخابات صارت، على أساس، لأن كل العراقيين يعرفون اللي صار هو تزوير. ورغم التزوير اللي صار، بعض السياسيين وبعض الكتل والأحزاب السياسية رافضة اللي صار. اليوم أكو مساعي حتى يأسسون أو مو يأسسون يوجدون رئيس لمجلس الوزراء ورئيس للجمهورية. اليوم أكو مساعي لانتخاب شخصين بهاي المنصبين، لكن أكو مشاكل تصير. ناس تجيهم وعكة قبل 3 أيام يقول أنا بفلان يوم عندي وعكة لمدة يوم وما أقدر أروح للبرلمان. ناس يوم الجلسة ما يقدرون يطبون للبرلمان لأنه مصابين بوعكة صحية. ناس يرفضون التصويت. ناس يوعدون ويتهددون أنه النصاب ما راح يكتمل. رؤساء كتل وأحزاب يقولون ماكو انتخاب لهاي المنصبين راح يصير بهاي الجلسة بسبب أنه ماكو توافق. السؤال اللي راح نطرحه، نظام العملية السياسية من عام 2003 لحد هذا اليوم هو المحاصصة الطائفية. النظام اللي وجده الأمريكان، اللي وجده المحتل، هو نظام المحاصصة. إنه رئيس مجلس النواب سني، رئيس مجلس الوزراء شيعي، رئيس الجمهورية كردي، وباقي المكونات عندهم بعض التعيينات وبعض المناصب اللي يأخذوها. أصبح هذا يعني سمة وأصبح ديدن العملية السياسية، لدرجة أنه ما ظلت أي طريقة الشعب العراقي يرفض هاي المحاصصة. ما بقى شيء المواطن العراقي والشعب العراقي يسويه حتى يقول لهم أنه أنا ما أريد محاصصة، أنا جيبوا لي الشخص المناسب في المكان المناسب، جيبوا لي رئيس وزراء من أي مكون بس على شرط أن يكون عراقي، جيبوا لي رئيس جمهورية من أي مكون بس على شرط أن يكون عراقي، وجيبوا لي رئيس مجلس نواب همينا من أي مكون على شرط أن يكون عراقي. يعملون الثلاثة مع بعض لأجل العراق، هذا هم المواطن العراقي. لكن نجد أن العملية السياسية والكتل السياسية والأحزاب وكل من لف الأحزاب، إن كان يقول أنا مستقل أو غير مستقل، كلهم يمشون على نظام المحاصصة الطائفية، وبعدهم يستمرون أنه رئيس الوزراء توافقي لو الكتلة الأكبر. رئيس الوزراء من منو؟ منو راح يرشحه؟ منو اللي راح يصعد؟ منو اللي راح يوافقون عليه؟ رئيس الجمهورية من يا حزب كردي؟ راح يوافقون عليه لو لا؟ راح تصير أغلبية لو لا؟ هاي العملية كلها الشعب رافضها. فالسؤال اللي نطرحه، شنو مستقبل العراق في ظل بقاء المحاصصة الطائفية مهيمنة على العملية السياسية؟ السؤال الثاني، ليش الإصرار من قبل الكتل والأحزاب السياسية على بقاء نظام رافض الشعب وهو نظام المحاصصة الطائفية؟ السؤال الثالث، إن تغيرت العملية السياسية، إن تغير نظام العملية السياسية وليس العملية السياسية، فلنفرض أن هاي الكتل والأحزاب موجودة ما راح تتغير، إن تغير النظام أنه راح يكون النظام مو محاصصة طائفية، تتوقعون دولة يبقون لو لا وراح يحكمون لو لا؟ كثير من الناس اليوم لما ينظر للشارع وينظر للعملية السياسية يقول هي عملية تدوير نفايات. كثير من الناس لما ينظر إلى العملية السياسية يقول إيش راح نحصل من عندهم، ويدير ظهره ويطلع. وكثير من الناس
لما ينظر للعملية السياسية رأسا يفكر إيش قد راح يبوقون وشنو الصفقات اللي راح يسووها وكم موظف وهمي راح يعينون وكم راتب راح ياخذون وإيش قد راح يحصلون وشنو الفائدة والمنفعة اللي راح يحصلوها. وكل مواطن عراقي وكل فقير بالذات لما ينظر للعملية السياسية يشوف فقرة ويشوف حاله ويشوف الضيم اللي هو عايش به وينظر للبرلمانيين وينظر للوزراء وينظر للمسؤولين اللي بالرئاسات الثلاث أو الأربع إذا ضفنا السلطة القضائية إلهم ينظر لهم أنهم عايشين ومتنغمين وكل واحد دا يبني له قصر بمئات ملايين الدنانير إضافة إلى قطع الأراضي إضافة إلى السيارات إضافة إلى الحمايات إضافة إلى كل شيء. المواطن العراقي ما عنده كهرباء بس السياسي عنده كهرباء. المواطن العراقي ما يشوف الكهرباء يومين وثلاثة وأربعة وخمسة ومحمد الحلبوسي بنى قصر بس الأضوية اللي موجودة بالقصر تنور الفلوجة كلها أو القرمة كلها اللي بيها القصر. أبو عراق من الفلوجة حياك الله. السلام عليكم أخوي أستاذ. عليكم السلام والرحمة والإكرام. لا العفو مو تنور فلوجة تنور العراق كلية الأضوية. أستاذ أفل الله يخليك. نعم أستاذ أفل. نعم أنت تحكيون على عملية سياسية أفل الله يخليك. العراق انباع من 2003 واللي باعوا نفسهم السياسيين والمعممين سنة وشيعة هم اللي باعوا العراق هذا فخطيت العراق بركابهم. العراق يا أستاذ أفل أنا كل ما أحكي أقول العيب بالشعب. نعم أفي احنا إذا ظل نتوسل يا أستاذ أفل الله يخليك يعني اليوم حرام يبوقني ويقتلني ويهجرني وجاي أتوسل بي عمي والله ما يسوون كل شيء يا أستاذ أفل. ما خلنا نصحى احنا الشعب خنشوف طريقنا احنا. نعم. اما اذا تنتظرون دولة استاذ افل دولة ملتهين بالبوك بالسرقات جاي يحولون فلوسهم بالخارج افكر بيه ما يفكرون بالشعب استاذ افل. خلي احنا الشعب نفسنا نفكر بنفسنا احنا. نعم. سراك عمي استاذ افل اصابات الله يخليك واحنا من 2003 ولحد الآن نتوسل بيهم عمي ما يفيدونا خلي يطلعون برا يعرفونا البلد واحد نحن مصفيه. أما لا ضرر على ذولة وعيب مو خزي خلونا بأسنا قدام الشعوب والله عيب عليهم لو عجب ذرة من الغيرة ولاهم للوطن والله ما كان صار بيه يا استاذ افل. وانا اشكرك اخوي اشكرك. شكرا 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 لك ابو عراق. اليوم يعني لما ننظر الى التصريحات السياسيه مثلا لما ننظر الى 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 تصريحات مثلا زعيم حزب الدعوه نور المالك اللي يقول بها انه او يشيد بها بالثلث الضامن اللي هو اللي اعاق جلسه عقد البرلمان وهو لما واحد يباوع على نور المالكي مفروض احنا نشيد به لانه ضيع ثلثين العراق. المالكي اللي يشيد به ثلث ضامن خلي يشوف الجيش شنو حاله بوقته. المالكي اللي يشيد بالثلث الضامن هو اللي نطى الامر الى يعني مو الامر هو اللي نطى السلطه الكامله الى الميليشيات. المالكي اللي يشيد بالثلث الضامن اللي عاق جلسه شلون ينظروا له الشعب العراقي اللي متهم بقضايا فساد من ضمنها أنه في 8 سنوات ما يقرب من 1,000 مليار دولار في حقبته هو بوحده ما حد يندلها وين. أبو علي من كربلاء حياك الله. أبو علي انقطع الاتصال يا أبو علي. أتمنى يرجع لنا أبو علي حتى نسمع رأيه بالموضوع. المالكي اعتبر تأجيل تسمية رئيسي الجمهورية والحكومة انتصار للعملية السياسية وحقوق محافظات الجنوب والوسط دون الإشارة إلى أي محافظة غربية أو شمالية بخطاب مفعم بالطائفية والكل يتذكر شو وصف من أوصاف طائفية لأبناء الشعب العراقي. هو صاحب كلمة
انتهوا قبل أن تنهوا، وفعليا نهى، نهى ساحات العزو الكرامة في محافظات الست المنتفضة، والكل يتذكر المجازر اللي صارت في زمنه. هو صاحب مقولة أنه أنتم أبناء كذا ونحن أبناء كذا، والكل يتذكر شنو يقصده. أبو علي من كربلاء رجع لنا، حياك الله يا أبو علي. حياك الله، هلا بيك يا الغالي. والله غادر. بس إذا أمكنت نصي لي صوت التلفزيون أبو علي وتفضل. أبو علي تسمعني؟ أسمعك أسمعك. تفضل أخوي. ألو. ألو. ألو أستاذ أزل. أي نعم أستاذي. الله يساعدك. ويساعدك يا قلبي. لو عن المحاصصة أستاذ أزل. نعم، عن العملية السياسية ونظام المحاصصة الطائفي، أنتم كشعب عراقي كيف تنظرون لمستقبل العراق في ظل بقاء نظام المحاصصة الطائفية اللي الشعب العراقي طلع وتظاهر ورفض وما زال يرفض أي شيء يتبع إلى المحاصصة الطائفية ويتبع هذا النظام وطالب بتغييره برمته؟ نعم والله يا أستاذ أزل، هاي الحكومة ما بيها كل كذج. هاي الحكومة نعم، وهاي المحاصصة تبقى طبعا ما تنتهي، لانه دول الجانب السياسي يقدون حكومة على مزاجهم تابعة لإيران. انا اقول لك هاي ولا هاي تاليها، عرفت استاذ أزل؟ نعم. ايه، اذا ما ينتفض ويصير ايد واحدة وينتفض ما يقدر يخلص مال الحكومة، لان صار هسه من الشهر العاشر وهسه طبعا الهلال الخامس ونفس الحكي. مثال اتصور رئيس الجمهوريه ما يقدر ينتخبوه، هذا الجمهوريه ما ينتخبوه، شلون رئيس راح ينتخبوه هسه؟ ما اعرف علي. نعم. لكن الشكل استاذ أزل طبعا شاره مرتبه، الاكراد جمهوريه والسنه برلمان والشيعه رئيس وزراء، يعني هاي الانتخابات لا كلها. نعم. ها استاذ أزل؟ تسمعني؟ اسمعك. اي والله، فهاي الشوخه ما نخلص عند احنا هاي الشغله، هاي تبقى المحاصصه. هم اول ترى يردون رئيس وزراء ضعيف يكون مو قوي مقفقه، يردون ايران تكون سيره، ما يردون واحد قوي ويقضى عنها المحاصصه. ما يردوها يحاسبهم، لان مثل وزراء قوي وشديد لازم يطلع كل شيء لازم كل موقفه، وهاي ما يردوها اصلا، ما يردوها هاي. نعم. ايه، والشعب العراقي خويا مظلوم من صار لحد الان، مظلوم جوع وفقر وكهرباء ماكو وغذاء ماكو والحصه الفوريه ماكو، الزيت صار غالي، الشعب هم تعبان، واحنا ما بينا حل. المفروض الشعب العراقي كله يقوم يهيج على اخره من جنوب للشمال ويقضى على هالحكومه ويجيب حكومه جديده، حكومه توقف وين الشعب؟ حكومه توقف ولا مو احنا هسه ضالين، هسه احنا في كربلاء بطل زيت 5000، زين حصه تمويليه قليله، يعني الشعب كله تعب يا استاذ، كله تعب، الشعب كله تعب الله العظيم. وذو بقي من عاشر لحد الان على الجمهوريه بدا ينتخبوه، يوميا جلسه وشلون عذر طلعوا هذا مريض وهذا داخل مستشفى وهذا مدري شلون وهذا شلون، واخر شيء وهم يكيفون على هاي الشغله، يكيفون حتى الحكومه، حتى تبقى الحكومه من الناس تنعود يلا يصير انتخابات. نعم. اي ها استاذ اسال شلون الشغله؟ نعم. شحل شو اسمه محمد جعفر الصدر هم ما قبلوا هاي، ما يقبلون بها، مال يردون واحد غير واحد، لازم المن تابع الايران وعلى مزاج ايران وعلى مزاجهم، حتى هم يسيروا كيفهم، جوا هنا ورجعوا من هنا. هذا سوزراء هذا نفس الشيء، الكردي هذا برهم مشل بها ما يريدها الا هو يريدها مره ثانيه، والحلبوس نفس بقى نفس المكان، يعني ما سوى شيء، نفس المحاصصه نفس الشيء، ما سوى شيء. يعني السؤال بس، انت تقول ان هم يردون واحد تابع الى ايران ولسبب رفضوا محمد جعفر الصدر، ليش هو محمد جعفر الصدر ما عايش فتره طويله بايران وكان عايش انياك؟ انياك عايش، بس هم حسب احدهم انه الرجل هذا على اساس يعني ما يدور محاصصه، يعني ما عنده ولا الباقي الدول على اساس وما عنده هيك شيء، يكون فين يعني مثلا عسى ولا عله. نعم. اللي استفسر عندهم انا بعد ما ادري. نعم 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 نعم،
نعم. يعني ما عدوا لا الإيران على أساس، ما عدوا لا الإيران ولا أي واحد يعني، ولا الشعب على أساس، هو هذا اللي هذا السيد مقتدى الصدر بعد ما أدري أنا هذا رجل محب. أبو علي السؤال يعني مصطفى الكاظمي لما اجى قالوا هذا انتصار إلى الأمريكان وما عنده ولاء إلى إيران وما عنده طموح إيراني وما إيران ما راح تقدر تسوي شيء، بالمقابل كل يومين الثالث صايرة مشكلة بالعراق مسويتها إيران، آخرتها 12 صاروخ انضربت بها أربيل متوجهة على العراق من إيران والكاظمي ساكت، فإذا إيش راح نحصل؟ ابو ها انا اقول لك الكاظمي الكاظمي يخاف، الكاظمي يخاف لعلمك هاي ضربه مات ماكو ما 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 الاربيل، هاي اتفاق بينه وبين الحكومه وبين ايران، هاي اتفاق ما حصل لك هاي الشغله، الحكومه على علم مال، وليش ما تحرك هو الكاظمي؟ ليش بس بالحكي والاعلام؟ ليش ما يرد عليهم الكاظمي؟ يعني والنجف يا يلا 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 شوي استقيم وضربوا صواريخ واعترفوا. نعم. احنا ضربنا وما يرد عليهم المشكله، بس بس بالحكي. لا اتفاق هاي بينه وبين ايران، مو حسب لك اتفاق بيناتهم هاي ضرب اربيل. نعم 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 نعم. شكرا شكرا لك ابو علي. محمد من امريكا حياك الله يا محمد. السلام عليكم وحيي قناه الرافدين والكادر. عليك السلام والرحمه اخوي العزيز. التاريخ دول يحكمون العراق يا اخي، دول مذبك التاريخ، دول هم عصابات عمي ولا اميران وسكر، لان المتروسه اسلحه جو التراجيب والحرس الثوري مسيطر عليه، قلت لك الله كله اسلحه ايرانيه خاصه بالامه جو بالتراجيب، خاف ما حد يدري، ترى كل العالم تدري اسلحه ايرانيه بالامه حاطيها بالتراجيب ويحكمونها الحرس الثوري الايراني، ولا احنا كلهم ولا اميران ليس العراق. مقتدى هذا اكبر مجرم من 2003 سوى كتل العالم وجد كتل العالم، جد هجر عالم من مناطقهم السنيه من بغداد وغير بغداد، كيف لك الله دول ليس عندهم ويا ايران، دول دينهم فرس المجوس ليس للعراق، دول ما عندهم غيره، هم على عراق هم ما عندهم غيره، فيهم يصير غيره عن البلد الخزي والعار وهم العماين، الخزي والعار المرجعية القذرة القاعدة بالنجف ولا أهل إيران، هذا الكلام الفاشل الإيران ليس محمد كلهم ولا أهل إيران ليس للعراق، الخزي والعار بيحكموا العراق ولا فاشلين عن الفاشلين، والله ما صار لهم شارة غير ما عندهم على عراقهم، يصير غير عن العراقيين الأبطال وينهم؟ وين؟ يعني التكريت صلاح الدين وين هم بده صايبه وينها؟ يعني شنو جنب العالم بالسجون ولا حرس الثوري بالسجون مسؤول عليهم وين وين شنو جنب العالم؟ باسم التهديد المخدرات وقالت ايران وحجه ايران. احيي قناه الرافدين سادتي. ممنون منك اخ محمد، شكرا شكرا جزيلا لك. واحدة من الحركات اللي اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي اللي الشعب العراقي كله ما تفاعل وياها، أو بعض الناس اللي حكوا عليها من ضمنها أنه استعراض نواب التيار الصدري ارتدائهم للأكفان، وبعض الإشارات اللي موجودة على مواقع اليوم المكتوبة عليهم، مثلا ناس كتبت بدل ما تردد يعني بدل ما تلبسون قماشة بيضة على أساس هذا الشفن مالتكم تعالوا شوفوا حياتنا شلون عايشيها، بدل ما تلبسون الجفن وتهددون به تعالوا شوفوا الكهرباء وتعالوا شوفوا المي وتعالوا شوفوا الشوارع، شوفوا الخدمات، شوفوا المدارس، شوفوا التربية، شوفوا التعليم، شوفوا الثروة الحيوانية والسمكية، شوفوا الزراعة، شوفوا الصناعة، شوفوا اللي دا يصير اليوم بالعراق، فبدل ما تلبسون الجفن وتحطون هالقماشة البيضة على اشتافاتكم، مؤاني اكو بعض الناس ايش كتبت، روحوا وطلعوا وشوفوا الحال وصلحوه ان كنتوا تردون اصلاح. وبعض الناس اللي كانوا ينظرون للموضوع يقولون لبسوا وشفن ما لبسوا وشفن ايش راح يسوون، لانه التيار الصدري موجود بالعمليه السياسيه من 2003 الى اليوم باعتراف زعيم، هو يقول ماكو حكومه تشكلت الا بموافقتي، هيك قال مقتدى الصدر. بعض الناس يقولون التيار الصدري عنده وزراء ونواب رئيس وزراء
عندهم كثير من المناصب اللي كانوا يسلموها إضافة إلى وزارة الصحة التابعة لهم، فشنو اللي قدموه إلى وزارة الصحة مثلا والقطاع الصحي حتى يقدموه إلى العراق أن تشكلت حكومة تابعة إلى التيار الصدري؟ أبو علي ويانا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وأهل البصرة يا أخوي. ربي يحييك ويخليك أخي العزيز. طبعا النظام السياسي انبنى على ثلاث ركائز وهو السنة والكرد والشيعة. نعم. وهذا طبعا لما انبنى على هذا الموضوع من المستحيل بعد يحكم البلد أو كلهم، هذا من المستحيل. أخي العزيز، من بعد نظام صدام لا. كان الجعفري هو صار رئيس وزراء، وطلعوا عليه السدني الظاهرة ورفضوا الجعفري من ورفضوا المالكي، عرفت شلون؟ واجا من بعده. لو نفرض يعني اليوم مثل الشيعة ما يرضى، اذا الشيعة القضية هذه الركائز، رئيس البرلمان سني ولا كردي، هذا من المستحيل. الشعب العراقي انتفض ما انتفض، الظاهر ما ظاهر، هذا من المستحيل يتغير جزء من هؤلاء الثلاثة. بالإضافة إلى المظاهرات اللي انوجدت في المناطق الغربية، شنو اللي حصلنا؟ الظاهروا كثير من المواطنين وشيوخ اللي ظهروا في المناطق الغربيه من 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 ظهروا يا اخي العزيز، دخل لنا داعش. شنو اللي استفاد انا؟ ما استفاد انا كشعب عراقي. ظهروا الجنوب واحنا كثير من مواطنينا ظهروا، اجونا منو يا اخي من بعد المظاهرات؟ اجونا جوكريه، وشنو اللي استفاد انا غير القتل والدمار للشعب العراقي؟ يا اخي اي مظاهرات اليوم تطلع لابد وان مشروع يدخل، عرفت شلون، يخرب كل المظاهرات. يعني ابو علي، حتى الناس تفهم الصوره بشكل اوضح، المشكله اليوم بالتظاهرات اللي طلعت في 2014 مثلا بالمحافظات المنتفضه، لو بالتظاهرات اللي صارت في ثوره تشرين، لو المشكله في مكان اخر اثرت على هاي التظاهرات. شوف سادي، كل مظاهرات اليوم تحصل بالعراق لابد وان يدخل الى مشروع ويؤدي الشارع العراقي. نعم. يعني المشروع اليوم لو نفرض هسه المظاهرات اللي عندنا، يعني من مظاهرات بالمناطق السنية. نعم. المظاهرات اللي عندنا، أنا دخلت بالمظاهرات وظاهرنا كل احنا دخلت ان اتجاهات وقامت تدفع فلوس من الإمارات والسعودية، وبالتالي خربت المظاهرات. وشنو اللي حصلنا؟ اتكتلت شبابنا وما حصلنا شيء يا أخي. بالمناطق الغربية لما الظاهرة وعلى الحكومة العراقية، دخل داعش السعودي أو غير السعودي، من دخل من سوريا ولا من الأردن ولا على كل حال، حصلوا المناطق الغربية غير القتل والدمار يا أخي العزيز. هذا بس لحظة أبو علي لحظة حتى نكون صريحين. لما صارت الانتفاضات بالمحافظات الستة المنتفضة، أنت تقول دخل داعش، ما دخل داعش على خط الانتفاضة، بلش الجيش العراقي يضرب وبلشت الهامرات العراقية التابعة إلى القوات المسلحة اللي تابعة إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة آنذاك نور المالكي، تدهس الناس وتدعمهم وتسحقهم وتضرب بهم بكركوك وبالموصل وبالأنبار وبديالة وبصلاح الدين قبل ما يجي تنظيم الدولة الإسلامي بين قوسين داعش الإرهابي. وراها لما اجى هذا التنظيم قبل ما ترمي اللوم على التظاهرات، ليش ما تقول انه كانت اكو فرق عسكرية بالمحافظات اللي سلمت الى هذا التنظيم، لبسوا دشاديشهم وانهزموا وهم تابعين للحكومة وتابعين للجيش وعدهم سلاح وعدهم عتاد وعدهم شرف لازم يدافعون عليه؟ اكو شخصيات من المناطق الغربيه، قسم سياسيين وقسم شيوخ، هم اعترفوا وقالوا في ساحه الظهرات كل خيبه تلقى بيها
شخصيات داعشية موجودة وأكو سلاح وأكو قتل و... أعتذر منك أبو علي، أرفض أي اتهام يتهم به أي مواطن. هاي تصريحات مو من عندي، أرفض أي اتهام حتى لو كان من سياسي، نرفض اتهام. أكو هواية اتهامات اتهموا بها ثوار تشرين، هم ما نرفضها، هم أنا ما نقبلها. لا لا لا، أي اتهام لأبناء الشعب العراقي بأنهم أتوا لتدمير هذا البلد نرفضها. أنا بالنسبة شكرا 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 لك أبو علي، نرفض أي اتهام لأبناء الشعب العراقي في أي محافظة عراقية. أي مواطن اليوم بالعراق اللي طلع في ثورة تشرين، اللي طلع في التظاهرات التظاهرات المحافظات الست المنتفضة، طلع لأجل العراق. لم يخرج المتظاهرون في الاعتصامات في 2019 من أجل مادة، لم يخرج المتظاهرون في المحافظات الست المنتفضة حتى يحصلون قطعة قاع، لا هم خسروا قاع. والمتظاهرين اللي طلعوا في ثورة تشرين ما طلعوا حتى يحصلون فلوس وراتب، لأنهم كل شيء مو حاصلين، هم طلعوا لأجل هذا البلد، وشعارهم كان نريد وطن في ثورة تشرين. والمحافظات الست المنتفضة، خلونا نرجع إلى مطالبهم، 14 مطلب جدا سهلة كانت. أما ما يحصل اليوم بالعراق، أكو تعنت، أكو تعنت حكومي مع هؤلاء، إضافة إلى أكو تشويه لصورة أبناء الشعب العراقي. أبو عبد الله من أربيل، حياك الله. الله محييك، السلام عليكم، تحية إليك والمشاهدين والمستمعين جميعا. حياك الله أخوي. الله محييك أستاذ. إحنا أذاك أول تباح البارحة، أول تباح حكيت وياك. نعم. بس أنا أكون موضوع أريد أحكي بالنسبة للموضوع هذا. هذا الموضوع خلطة إقليمية يشتغلون بها. شوف، شنو المشكلة بين الصدريين أو المشكلة الكبيرة المسلحين؟ أي. والحشد الشعبي المشكلة الكبيرة، وما حتى مناصب ما يودون، لأن هم أصلا يشتغلون يعني موظفين بشركة يشتغلون حسابهم. منو ما يريد يعني مناصب حتى نفهم؟ هم الإطاريين مناصب ما الإطار التنسيقي يقول لا، يقول إحنا الكتلة الأكبر مع بعض التحالفات. لا لا لا، حتى يكون رئيس الوزراء تابع لنا. فانت شلون تقول ان هم ما يطلبون منصب وهم يطلبون بالكتله الاكبر ورئاسه الوزراء؟ شوف شنو المشكله، هم يردون رئيس الوزراء تابع لهم. شلون تابع لهم؟ يعني ذليل جويدهم، ما يتقرب للحشد، ما يتقرب للمسلحين. الفصائل ما فصائل. طبعا ذاك اليوم حكى واحد علني، تدري ايش قال؟ قال مال الفصائل حتى ماكو. قالوا له شلون؟ قال هاي الأسلحة والفصائل ينتظر الإمام المهدي يرجع، إحنا نتبعه. يعني حجاز علني، علني حجاز. قال أنا ما أقدر إذا حتى أقول لك إذا الحجازية وتعقبها على الإنترنت وطلعها. لا يعني أبو عبد الله، أنت من تقول لي هم يردون رئاسة وزراء تابعة لهم، إيش بقى؟ يعني رئيس وزراء هو رئيس مجلس الوزراء، رئيس على سلطة تنفيذية بالبلد، رئيس قائد العام للقوات المسلحة، ايش بقى؟ استاذ اني اذا اني عندي مدير شركة يشتغل لي. نعم. مدير الشركة تحت الصوت ده يقطع ابو عبد الله. نعم. ايه اي استاذ، هم اللي يردوا بس الأسلحة والحشد الشعبي والفصائل قرب لها. يعني ماكو خط أحمر. ستجذب هاي السدّة اليوم إذا العهد تحكي السيد السستاني خط أحمر وما للجذابين. هم بس يردون أسلحتهم ونفوذهم بس. هم زين يعرفون إذا هم أقصرهم من الشغلة هذا، من الشغلة طبعا للمسلمين سنهم أغلبهم، والسيد الصدر لم تقل واجه معهم بأسلحة منفلتة. تدري واحد إيش قال البارحة؟ قال هذا المقر مع الحزب الديمقراطي اللي انحرق بالكرادة بغداد، قال له سيارة واحدة مع السرايا السلام ماكو، كان ولا واحد يتقرب. والله العظيم. زين تسمعني أستاذ؟ نعم. فهم مشكلتهم بس هاي ما عندهم اي اشكال هسه لو ما ينطوهم اي منصب، بس يضمنون انه ما يتقربون بالفصائل وما يتقربون للحشد الشعبي، يعني يحلوه او يضموه للجيش
والجيش العراقي مثلا. ابو عبد الله سؤال، وشنو الاشكاليه ان نحل الحشد او نضم الى الجيش؟ والله هي خطره، بس طبعا كله احنا لازم نمشي يعني. خلينا نترك خيار حل الحشد فرضا، خلينا نترك هذا الخيار، شنو الضرر على العراق وعلى الشعب العراقي ان نضم الحشد الشعبي الى الجيش واصبح مثلا تابع الى القوات العامه المسلحه للعراق للدفاع عن ارض العراق ولا يخرج الا باوامر عسكريه بحته، شنو الضرر؟ الضرر استاذ الضرر هذول يعني ما منضبطين، حتى السيد الصدر سماهم قوات وقحه، قوات ميليشيات استاذ، سماهم ميليشيات يعني قذره وقحه سماهم. هو زين يعرفهم بين المؤتمرين، بس هم خوفهم الكبير من حلهم، لما يحلهم بس هم قال على الاحتلال. تدري ايش قال؟ قال احنا هذا السلاح باقي لحد ما باقي الاحتلال. تدري ايش قال لك؟ قال لي يعني الاحتلال الامريكي ويبقى الاحتلال التركي اخير شيء يجون على كردستان، والله بيها مقرات. والايراني مو احتلال الايراني؟ لا مو احتلال استاذ، هم اصلا المحتل الكبير هسه مو يقولون اكبر سفاره امريكيه بالمنطقه كلها بالعراق موجوده، والله العظيم ايران محتلتها، بس تدري من ما محتله؟ بس كردستان، بس بالاقليم ما محتله، لان البيشمركه واقفين ما ينطون مجال يطبون، واذا ينطون يطبون هناك هم هذا طريق الحرير اصلا، هم يردون يخربوها بالاربيل والكردستان، الحكومه هناك بيخربوها على طريقهم مفتوح على طريق الحرير وعلى سنجاره. شكرا لك ابو عبد الله. ابو عمر من الناصريه، حياك الله يا ابو عمر. انقطع الاتصال يا ابو عمر، اتمنى يرجع لنا حتى نسمع رايه بالموضوع. يعني الصراع ما بين الاطار التنسيقي وما بين التيار الصدري محتدم جدا على قضيه تسميه رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهوريه. التيار الصدري يسمي اللي يريده هو حكومه اغلبيه يسيطر بها على الوزارات الرئيسيه السياديه، خصوصا اللي تدر اكثر مالا. اما الاطار التنسيقي يدعو الى حكومه توافقيه لخفض مستوى التصعيد والتهديد بلغة السلاح. أنا هاي النقطة أريد نحكي بيها، أتمنى المواطنين يجاوبوني. الإطار التنسيقي يعني جماعة الحشد والكتل السياسية التابعة إلى العصائب وبدر وغيرها يطالبون بخفض مستوى التصعيد والتهديد، لعد هذا السلاح المنفلت بالعراق تابع لمن؟ أبو عمر من الناصرية رجع، حياك الله. السلام عليكم. سلام يعني. هلا بيك يا الغالي. وياك ابو محمد. وياك ابو عمر من الناصرية يا ابوي. حياك الله اخوي. السلام عليكم محمد، شلونك؟ هلا بيك يا الغالي. شلون صحتك؟ نحمد الله على كل شيء. انا طبعا انا اسال عني. اي قول. انا اشكر اذاعه الرافدين دائما سباقه بالحديث. واجبنا هذا اتجاه شعبنا اخوي العزيز. بس اتمنى ابو عمر تنصيلي صوت التلفزيون حتى تكون المكالمه اوضح. لا بالنسبه طبعا هاي الحكومه، هاي عامل الحكومه هاي الصدري. نعم. زين. نعم. وهاي الحكومه فاشله عني. نعم. 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 يلا. الو وياك، اسمعك ابو عمر. ايه طبعا هم جاي يصارعون بالبرلمان، جاي يصارعون على مصالحهم مو مصالح الشعب. وطبعا ثوره تشرين من قامت ثوره تشرين كل محافظات العراق طبعا طقوها الميليشيات التابعه لايران. نعم. نعم. ابو عمر تسمعني؟ نعم اسمعك عمي. بس نصي لي صوت التلفزيون حتى المكالمه تكون اوضح اخوي ابو عمر. هسه اليوم يشوف البرلمان مالي المواطن العراقي، انت سويت المواطن العراقي،
اصلا حق سويتوا اردنا انتوا عصابه وانتوا جيوله والله العظيم هاي ايران وامريكا وكل الدواعي كلهم جيوله كلهم تتبع الايران عم يحفل. نعم نعم شكرا 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 لك ابو عمر. فورن بوليسي مجله عالميه معروفه تقول انه النظام السياسي بالعراق بطابع استبدادي وهو احد انظمه الحكم الواقعه تحت تاثير النفوذ الايراني حال لبنان وسوريا واليمن. فالمشكله انه لما احنا نجي ونتكلم عن هذا الموضوع اكو هوايه من ابناء الشعب العراقي اللي يرفض هاي المقوله ويقول انه الحكومه او الحكم بالعراق واقع تحت تاثير النفوذ الإيراني أو أكو تغول إيراني بالعراق. يرفض لما نقول إيران قطعة المي عن أبناء الشعب العراقي وقطعة حصتة للعراق أصلا ما من حقها تقطعها. يرفض لما نقول أنه الطيارات والصواريخ اللي تنضرب بها وتنقصف بها مدن العراق هذا خرق للسيادة. المشكلة اليوم أنه الأمم المتحدة شلون تعاملت مع قضية العراق بكيل بمكيالين. السياسيين اللي قاعدين دا يحكمون البلد هم نفس الطريقة دا يتبعون لكن بغير موضوع السيادة والمحاصصة واقفين ضد أطراف ويقولون السيادة العراقية خط أحمر ما حد يجاوزها. لما توصل القضية اليم إيران يغمض ويندار ما لها علاقة لأنه السيادة العراقية إن كانت إيران تضرب يطلعون جماعة الإطار التنسيقي على قنوات التلفزيون ويقول شكرا إيران. قضية ثانية السلاح المنفلت. أوكي اليوم أكو مشاكل مسلحين يحرقون مقر لحزب ويحملون رايات تابعة إلى ميليشيات الحشد ويرددون هتافات أشادوا فيها بأحد رموز الحشد اللي هو أبو مهدي المهندس. مصادر أمنية تقول أنه اقتحام المسلحين بحي الكرادة وإحراق لهذا المقر الحزبي وسرقة محتويات هذا المقر رد على مزاعم قيام أكاديمي بنشر تغريدة وصفت بالمسيئة إلى أحد المراجع قبل أن ينفي الحزب الديمقراطي صلته بكاتب التغريدة. يعني هذا كله مو فلتان. هذا كل اللي دا يصير هسه هاي المسرحيه الكوميديه اللي حكيت لكم اياها انه جهه هجمت على مقر حزب لجهه لان اكو واحد كاتب تغريده يسيء بيها الى جهه يطلع الحزب اللي هاجم مقره وانسرقت محتوياته واحترق مقره ويقول انا ما عندي صله بهذا اللي كاتب التغريده. القانون وين؟ ابو مهند بن انبار حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله والاكرام. شلونك استاذ رحمه؟ هلا بيك يا الغالي. بارك الله بيك وبيك يا الغالي. بارك الله في الدنيا. وياك ابو مهدد اسمعك. استاذ رب ملينا ترى من هاي الحكومه والله ملينا. الحكومه مهزله ملينا وحكومتك يا ابو يا استاذ رب. يا اخوي والله مو حكومة هاي يعني شو نسوي شو نقول ما بيها داعي حتى الحكي والله ما بيها داعي والله العظيم ما بيها داعي. اما ليش راحوا فجروا هذا المقر الحزب ما فجروا شنو كلها اخلاط الاوراق هاي يسوي هاي ما في حكومة ما يسوون حكومة هي حكومة ماكو اصلا ما يسوون حكومة خلاص ولا على الأربعاء يقعدون يصوروا الحكومة ما صار الحكومة ولا الثبيت ولا الأحق هذا مستحيل ما يفيد ما يفيد ما دون محاصصة هاي هلك وهاي هلي أبد ما صار حكومة. ألو نعم أسمعك أبو مهند. نعني أسمعك كل زين والله العظيم ما باك هاي حفتك وهاي حفتي ما تصير حكومة خلاص تقطع نفسهم إذا ما الشعب يقوم عليهم هاي هي كلها السوالف هذه. الشعب ميت جوع وهم جايين سلاح الحين كم يوم صار كيف صار كم شهر هذا رفع كم شهر صار من صارت الانتخابات جيت خمسة أشهر يعني حتى الآن قاعدين متكاوين على المناصب
يعني مو عيب، يعني والله عيب، حتى عيب ما يفتحون من الدول العربية تسمحهم، الدول العالم كلها تسمحهم، يعني مو عيب. نعم. شنو مزعتهم؟ والله ما يصير. بس إن من السؤال في من تقول كيف الله يجيبهم شوي أبد كفارة يعني الله كومس. نعم نعم نعم. شكرا 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 لك ابو مهند. اكو مشكله بالصوت بالاتصال يبدو من المصدر، وهي واحده من المشاكل اللي دا يعاني من عندها المواطن العراقي، انه قضيه الاتصالات، وهوايه كررناها ببرنامج صوتكم، انه قضيه الاتصالات بالعراق مو صحيحه، او شبكه الاتصالات مو مضبوطه، نتيجه انه اكو فساد في ملف الاتصالات، لانه اكو ناس مسيطره عليه دا تخلي الفلوس بجيوبه، والمواطن دا يدفع فلوس ودا يدفع دم قلبه، خصوصا الفقير اللي ما عنده عمل حتى يحصل شبكة أو يحصل إنترنت وما عنده هذا الشيء. مشاهدينا الكرام، أكو صور طلعت أثناء اتصال أخوي أبو مهند. يعني السؤال، إحنا بعيدا عن الشخوص، بعيدا عن زعيم هاي الكتلة أو رئيس هذا التحالف أو قيادي في هذه الحزب أو في ذاك الحزب، بعيدا عن هؤلاء، بعيدا عن البرلمان، بعيدا عن رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، أكو صور طلعت قبل شوية أثناء مكان أبو مهند دا يتكلم، أطفال بباب مدرسة، بس أكو داير مداير رجليهم مصيبة، أزبال، مي ماكو، كهرباء ما. هاي الصورة اللي تكلمت عليها قبل شوية. شنو اللي قدموه الكتل السياسية لأبناء الشعب العراقي بحيث أنه نقبل بيهم اليوم لما يشكلون أي حقيبة وزارية؟ أبو محمد من البصرة، حياك الله. حياك الله، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. جدًا يا أخي يا طيب، هسا أكثرهم دول اللي يتصلون بيك، ها؟ صدقني هذا مو من الأنبال، هذا من أهل الدير، هذا من مثل من أهل الدير، أكين وصدامين وبحثيين وأجب. أبو محمد، أبو محمد، أبو محمد، بلا زحمة عليك. عيني. رجعنا للمربع الأول إلى بعثين وغيرهم وغيرهم وغيرهم، هذا الشيء راح من 2003، إحنا اليوم بال 2022، بس اسمعني، إحنا اليوم بال 2022 أخوي العزيز، أبويا العزيز، أنت 2022، أبناء الوطن، أبناء العالم كلهم عايشين ومتنعمين بال 2022، وصلت شبكة الإنترنت إلى الجيل الخامس بالعام 2022، وصلت التكنولوجيا في كل بلدان العالم، والصناعة والزراعة دا تتطور، والعالم دا يدور على مصدر طاقة بديل في كل بلدان العالم. الخليج العربي اللي كانت ما بي أرض زراعية استصلح الصحراء وسواها أرض زراعية، وروح شوف دول الخليج اليوم شلون عايشة. احنا بال 2022 ورا 19 سنة يا أبو محمد، 19 سنة دول دا يحكمون، ايش قدموا؟ اسمح لي الله يخليك، بس خليني أحكي ودا أكمل لك السؤال. يا أنا افتهمت منك يا أخي، أنا متصل، غير انت رجال مثل جاي تقدر تحكي وذاتك، انا ما بقدر احكي يعني، بس اسمع لك يعني. قول ابو محمد حبيبي، انت المفروض تخلي واحد يمك يناقشك، يعني يجيب لك واحد يناقشك، مو يجي واحد ويحكي لك اي حكايه وصدقته والحشر. ابو محمد، البرنامج اسمه صوتكم حتى الناس تتصل. صوت على عيني، صوتي يا اخي يا ابن الحلال. وساني الآن بسكتك يا أبو محمد، أنت وجهت سؤال، قلت لك إيش قدموا ذولا للشعب، ما جاوبتني. ما قدموا يا أخي، بس الإرهاب ما مخلينا داعش. انقطع الاتصال يا أبو محمد. أعتذر منك أبو محمد، الوقت راح يداهمني ولازم أنهي البرنامج. شكرا شكرا جزيلا لك أبو محمد. السلام عليكم أستاذ أفل يا محترم، بالنسبة لرمي مياه المجاري في نهر دجلة لأنها تجيب أمراض للشعب العراقي، عندنا شركة حكومية المقاولين العرب عثمان أحمد عثمان تسوي بمشاريع عملاقة بمصر، منها محطات تدوير مياه المجاري في الزراعة والاستفادة منها، أخوكم أحمد من مصر من المحلة الكبرى. رسالة أخرى تقول، أخي العزيز، لا سيادة للعراق ولا تشكيل حكومة إلا بموافقة الولي الفقيه، لأن جميع الساسة خانعين لإرادة إيران، لأن هذه الأحزاب صنيعة إيران، فلا حكومة تشكل إلا بأوامر خامنئي وتقديم الولاء
والطاعة. هذه الرسائل الواحدة أو رسالتين واحدتان اللي وصلتني إلى البرنامج بالنسبة إلى أخوي العزيز أبو محمد وقبل أيضا أبو أحمد من البصرة. أخواني الأعزاء، ما يحصل اليوم أنتوا رأسا رجعتوا لي على قضية داعش. أتصور حيدر العبادي والحشد والقوات المسلحة العراقية طلعت في بيان النصر وحولت جرف الصخر إلى جرف النصر، لأنه إحنا المفروض انتصرنا على هذا التنظيم الإرهابي، أما أنه إحنا نرمي الشماعة على كل شيء في هذا على هذا التنظيم فقط، لا، أكو مشاكل أكبر، أكو مشاكل اليوم ده تحصل بالعراق. وأسأل أخوي أبو محمد، ما يحصل الآن بالبصرة بحدها أنت راضي عليه؟ مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم انتهى، نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم باكر بإذن الله. في أمان الله.